من هناك زميل نوفل العاملة. نوفل أهلا بك من جديد، وقبل الحديث عن الفوز الكبير للمنتخب المغربي، نوفل قبل ذلك حفل افتتاح متميز والجماهير المغربية كانت في الموعد. نعم بسام، ولكن قبل ذلك يعني لقطة أثارتني صراحة. الآن نطلب من الزميل عبد الصمد المنتصر يوجه الكاميرا للجهة المقابلة. كما تعلمون هناك ملعب رديف لملعب محمد الخامس، والآن نتابع خروج حافلة المنتخب الموريتاني بعد انتهاء مباراته مع المنتخب المغربي. المدرب الفرنسي مارتينيز أثر أن يقوم بحصة تدريبية بسيطة خفيفة لإزالة العياء. نعلم بأن هذا الأسلوب أصبح جديد في عدد كبير جدا من المدارس الكروية، أنه بعد انتهاء المباراة تكون حصة خاصة للاعب من أجل إزالة العياء، وأيضا لتحدث دائما وأبدا تكون هناك طراوة بدنية لديهم في المباريات المقبلة. فالآن تتابعون معي مشاهدين الأعزاء بسام النجار وضيوفك أيضا في بلاطو يوميات الشان مغادرة حافلة المنتخب الموريتاني. يعني على الرغم من الهزيمة، ولكن العمل الجاد دائما وأبدا مستمر بالنسبة للمنتخب الموريتاني الذي لازال يطمح من أجل بلوغ على الأقل الدور المقبل والحصول على مركز ثاني على الأقل تقدير، بغض النظر عن الهزيمة التي تحققت اليوم أمام أسود الأطلس. بالعودة لكلامك بسام حول حفل الافتتاح، اولا نترحم جميعا على حميد الهزاز رحمه الله حارس مرمى المنتخب الوطني، حميد الهزاز المسير الذي الجميع يشهد له صراحه بدماثة خلقه وايضا ببراعته على مستوى حراسه ميدان المنتخب المغربي لسنوات طوال وحصد العديد من الالقاب رحمه الله، والهم اهله وذويه الصبر والسلوان، وكان حاضرا معنا اليوم في افتتاح مباراه الشان من خلال الوقوف دقيقه صمت على روحه رحمه الله. اذا ان الله وانا اليه راجعون. بالعودة إلى حفل الافتتاح، أعتقد بسام أن ميديا أن تي في كانت سباقة يوم أمس حين أشرنا إلى مضامين هذا الحفل وقلنا بأنه لن يتعدى يعني 15 دقيقة. بالفعل اليوم هذا هو الزمن الذي استغرقه، وبالتالي كان هناك أيضا كما قلنا استعراض للحضارة المغربية وأيضا للحضارة الأفريقية من خلال الموسيقى، من خلال أيضا الصور الجميلة واللوحات الفنية التي رسمت بتقنية وتكنولوجيا عالية صراحة، وأيضا مشاركة للفنانين مغاربة وفنانين أفارقة وحتى راقصين مغاربة وراقصين أفارقة في مزج بين ثقافة نعتقد بأنها واحدة لها جذور واحدة سواء كانت مغربية أو حتى أفريقية. فالمغرب في أفريقيا وأفريقيا أيضا يعني قارة المملكة المغربية وفيها نهل المغرب من ثقافته ومن حضارته. أيضا كان هناك فقرات فنية كما قلنا وبمشاركة فنانين لامعين على مستوى الساحة الوطنية، نشيد وطني ألقي بصوت الفنانة الشابة ابتسام تسكت وتفاعل الجمهور كثيرا مع النشيد الوطني، وأيضا كان هناك يعني استخدام للتكنولوجيا الحديثة، وكل هذه الأمور بسام تم ترتيبها في وقت قياسي، وهذا يحسب ربما للجنة المنظمة وأيضا يحسب للشركة التي قامت بإنتاج حفل الافتتاح وهي شركة مغربية 100%. هذا هو ما يعني في الأمر الجميل في الأمر، أن تكون يعني كل هذه الأمور اللوجستية والتنظيمية الخاصة بهذه البطولة بسواعد مغربية حتى على مستوى يعني النقل التلفزيوني أيضا عبر الشركة الوطنية. فشيء جميل صراحة نشاهده في بطولة قارية محترمة تسير بثبات. نعم. يعني لكي تكون بطولة قارة داخل أجندة الاتحاد الأفريقي وأيضا تحظى باهتمام عالمي، فهنيئا للجنة المنظمة، هنيئا أيضا للشركة التي قامت على حفل الافتتاح، لأنه للمغرب يعني أو للمغاربة ربما كان بعض العتاب، كان بعض اللوم، كان بعض الانتقادات أيضا، وهي انتقادات منطقية لمنافسات رياضية سبقت كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين. لم يكن حفل الافتتاح على مستوى التطلعات، ولكن اليوم الحمد لله نجحوا في الامتحان، وكانت هناك يعني تفاعل كبير جدا من طرف الجماهير المغربية مع كل فقرات حفل الافتتاح، وكانت بداية موفقة. بعد ذلك كانت دقيقة صمت على روح الهزاز رحمه الله، ومن ثم انطلقت المنافسات بانطلاقة جيدة، وما زاد هذا الحفل رونقا وجمالا وحضور ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وعدد من الشخصيات الهامة على رأسها أكيد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أحمد أحمد، بالإضافة إلى الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم سامورا، وعدد كبير جدا من المسؤولين الرسميين على مستوى المملكة وأيضا على مستوى القارة السمراء. بس نعم، يبقى معنا نوفل.